أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ورد في الذكر الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. أيتها الأخوات الكريمات والإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمال وطاعات الجميع، وعظم الله لكم الأجر بمصابي مولى الموحدين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ليلة القدر هي ضيافة خاصة لخواص الأمة وخواص أنصار النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وآله. فكما نعلم أن شهر رمضان هو شهر ضيافة الله عز وجل لمن دعاهم لهذه الضيافة، لمن اختارهم أن يكونوا من أهل ضيافته في شهره. وليلة القدر في شهر رمضان هي ضيافة أخص لمن علم بأسرار تلك الضيافة العامة، وعمل بآدابها، واتخذها طريقا للولوج في عالم الضيافة الخاصة في ليالي القدر. إذن فهذه الليلة وليالي القدر هي ضيافة خاصة لخواص من اختارهم الله عز وجل. يعني في هذه الليلة، في ليلة القدر، في مثل هذه الليلة، عندما تقدر الآجال والأرزاق والأعمار، فكأنما هي غرفة عمليات تبرمج فيها حياة الإنسانية في مستقبل الأيام، من شهر رمضان هذا إلى شهر رمضان القادم في السنة القادمة. والله عز وجل يحضر في مثل هذه الغرفة، يحضر في مثل هذا الفضاء، يحضر في مثل هذه الأجواء التي توجد فيها برمجة واستشراف وتحكم وإدارة لمستقبل الإنسانية، يحضر أولياءه ومن اختاره ومن اجتباهم. إذن فليلة القدر بهذا المعنى هي ضيافة خواصي وأنصاري صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ونحن كما مر معنا في الحصة الماضية، في الليلة الماضية، إن استفادتنا من هذه الليلة، من ليلة القدر، تتوقف على مقدار معرفتنا بحقيقتها، على مقدار إحاطتنا وإدراكنا لمقاماتها وأسرارها. بمقدار المعرفة يكون الأجر والثواب، وبمقدار المعرفة تكون الاستفادة من حقائق وأسرار هذه الليلة. وقلنا إن سورة القدر المباركة هي المدخل الذي يأخذ بنا إلى عالم ليلة القدر. فسورة القدر المباركة ترفع عن أذهاننا كل تلك المجهولات التي تمنعنا وتحجزنا عن الولوج في حقائق ليلة القدر. وكذلك سورة القدر المباركة تهبنا تلك النورانية
اللازمة المسانخة لنورانية ليلة القدر، لنتمكن بفعل نورانية سورة القدر من أن نفعل جهازنا المعرفي الملكوتي الباطني، لنتمكن من إدراك باطني وملكوتي وحقائق وأسرار ليلة القدر. إذن فالمدخل لأن نكون ضمن الخواص الذين دعاهم الله عز وجل في ضيافة ليلة القدر الخاصة هو التمكن ومعرفة وفهم بعض مراتب سورة القدر العظيمة. طيب، الآية التي وصلنا عندها يعني كانت الليلة الماضية، أخذنا الآية الأولى من هذه السورة المباركة، وقلنا إن أنزلناه في ليلة القدر هي في الحقيقة تبين العلة والمنشأ والسبب الذي لأجله شرفت ليلة القدر ولأجله عظمت ليلة القدر. طيب، الآية الثانية: وما أدراك ما ليلة القدر. هذه الآية المباركة سنحاول أن نتباحث بعض مراتبها من خلال 3 نقاط. النقطة الأولى: دلالة هذه الآية على عظمة ليلة القدر. النقطة الثانية: هل أن المخاطب في هذه الآية المباركة هو النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله؟ بمعنى، هل أن النبي الأعظم كما يتبادر أو كما يفهم من ظاهر هذه الآية المباركة أنه لا يدري بحقيقة وأسرار ليلة القدر؟ والنقطة الثالثة: أن هذه الآية المباركة باعتبار أنها تبين عظمة أو تشير إلى علو شأن ليلة القدر، وهي تربط بين إنزال القرآن في ليلة القدر وبين آثار ليلة القدر، كونها خير من 1000 شهر، كون الملائكة والروح تتنزل فيها، كونها سلام حتى مطلع الفجر. طيب، هذه الآثار التي تترتب على إنزال القرآن في ليلة القدر، الآية الثانية: وما أدراك ما ليلة القدر، هي عبارة عن ذلك الرابط بين إنزال القرآن وهذه الآثار. فالسؤال الذي يطرح: ما هي علاقة أو ما هو الارتباط بين إنزال القرآن في ليلة القدر وتقدير الأعمال والآجال والأرزاق؟ يعني ما هي الرابطة الموجودة بين نزول القرآن العظيم وتلك الآثار التكوينية على مستوى الكون، على مستوى عالم الخلق، أو على مستوى أفراد المؤمنين وأفراد الإنسان بشكل عام؟ يعني ما هو أو ما هي المناسبة بين كلمات القرآن العظيم وحقائق عالم التكوين التي تقدر في ليالي القدر العظيمة؟ إذن هذه 3 نقاط سنحاول أن نتأملها مع بعض من خلال هذه الآية المباركة: وما أدراك ما ليلة القدر. ولكن قبل ذلك سنقرأ مع بعض رواية في شأن ليلة القدر، تبركا بهذه الليلة ومساهمة في إحياء أمرها. فقد ورد عن الصادق سلام الله عليه أن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام قال: موسى إلهي أريد قربك. طلب نبي الله موسى من الله على مرتبة القرب، قال: موسى إلهي أريد قربك. فجاء الخطاب الإلهي، الجواب الإلهي، قال الله عز وجل: قربي لمن استيقظ ليلة القدر. فسأل موسى: إلهي أريد رحمتك. فقال الله عز وجل: رحمتي لمن رحم المساكين في ليلة القدر. قال نبي الله موسى: إلهي أريد الجواز على الصراط. فكان جواب الله عز وجل: ذلك لمن تصدق بصدقة في ليلة القدر. قال نبي الله موسى عليه السلام: إلهي أريد من أشجار الجنة.
فقال الله عز وجل: ذلك لمن سبح تسبيحة في ليلة القدر. قال نبي الله موسى: إلهي أريد رضاك. قال الله عز وجل: رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة القدر. يعني هذه الرواية العظيمة تبين حقيقة الأعمال وكبر الأجر والثواب الذي يترتب على هذه الأعمال ببركة هذه الليلة. بمعنى أن هذه الرواية المباركة جعلت مثلا رحمة الله عز وجل، أن الله يهب رحمته، وجميعنا يعلم أن رحمته وسعت كل شيء. هذه الرحمة يهبها الله لمن؟ لمن رحم المساكين في ليلة القدر. أو الجواز على الصراط الذي هو أصعب موقف ومرحلة من مراحل عالم المعاد، من مراحل يوم القيامة. الجواز على الصراط هذا الأمر الذي لا يمكن أن يستسهله أي إنسان، فالصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، والعبور عليه وجوازه ليس بالأمر الذي يمكن أن يحدث الإنسان به نفسه، ولكن ببركة ليلة القدر يصبح هذا الأمر ممكنا. ببركة ماذا؟ من ذلك لمن تصدق بصدقة في ليلة القدر. قال موسى: إلهي أريد الجواز على الصراط، فجاء الجواب له. قال الله عز وجل: ذلك لمن تصدق بصدقة، ذلك لمن تصدق بصدقة في ليلة القدر. إذن فنحن في هذه الليلة هذه الأعمال تترتب عليها كل هذه الآثار: صلاة ركعتين يترتب عليها رضا الرحمن، التصدق يترتب عليه جواز العبور عن الصراط، إحياء هذه الليلة يحقق مقام القرب. إذن فهي ليلة عظيمة استثنائية، هنيئا لمن اجتمع لإحيائها، وهنيئا لمن يوفق لأداء حقها. طيب، نرجع إلى السورة المباركة سورة القدر وإلى الآية العظيمة: وما أدراك ما ليلة القدر. طيب، النقطة الأولى هي الإشارة إلى عظمة هذه الليلة، وقد استعملت هذه الآية المباركة هذه الصيغة التي تفيد على تعظيم وإعلاء شأن أمر ما. وما أدراك، ما أدراك، هذه الميم المال الاستفهام، وهنا هذا النوع أداة الاستفهام هذه لا يرجى منها الإجابة على السؤال أو طلب مفهوم الشيء أو طلب معرفة الشيء. فنحن نعلم أن الاستفهام، أن السؤال عن الشيء يمكن أن يكون لطلب المعرفة، كما يمكن أن يكون لإنكار أمر ما، كما يمكن أن يكون للفت نظر وجلب توجه ذهن الإنسان، كما يمكن أن يكون أيضا إشارة للتعجب. هذه اسم الاستفهام ما هنا هو إشارة للتعجب. ما معنى التعجب؟ بمعنى أن الإنسان يتعجب ويستغرب من عظمة هذه الليلة، ولا يمكن، يعني من لوازم هذه الآية المباركة أن الإنسان الغير المعصوم لا يمكنه مهما بذل من جهد ومهما أعمل من عقل ومهما لا يمكنه أن يدري وأن يحيط علما بحقيقة هذه الليلة العظيمة. وتكرار اسم الاستفهام وما أدراك ما ليلة القدر، هذا التكرار ما أدراك ما ليلة القدر يؤكد أن هذه الليلة ليلة عصية على الفهم البشري، وهي كذلك لأنها في مقام عند الله من أعظم الأمور، بل هي أعظم فعل صدر عن الله عز وجل. وهذه الآية المباركة تؤكد هذه الفكرة، أن محورية سورة القدر
أن المركز الذي تدور عليه رحى آيات سورة القدر العظيمة هي حقيقة ليلة القدر. لذلك نجد أن لفظ وكلمة ليلة القدر المباركة قد تكرر في هذه الآية، يعني وما أدراك ما ليلة القدر. السياق البلاغي في اللغة العربية يقتضي أن لا تكون ظاهرة، بل يقتضي أن تكون مضمرة. لماذا؟ لأنها قد ذكرت في الآية الأولى. يعني الذهن البشري عندما يسمع مثلا إن أنزلناه في ليلة القدر يتوقع أن يقال بعد ذلك وما أدراك ما هي، أو مثلا يتوقع أن يقال هي خير من 1000 شهر. لكن القرآن العظيم، القرآن الكريم، كرر كلمة ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، لم يقل وما أدراك ما هي، في حين أن السياق قلنا يقتضي الإضمار، ولكن القرآن الكريم أعاد إظهارها وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، لم يقل هي خير من 1000 شهر. لماذا؟ حتى يستشعر الإنسان وحتى يشعر القرآن الكريم مخاطبه بأن الأصل في هذا العالم هي ليلة القدر. ولكون العقل البشري لا يمكن أن يدري حقيقتها، فهذا يجعلنا ننظر لليلة القدر على أساس أنها أمر أعظم من أن تكون ظرف زمان لنزول القرآن العظيم. يعني عندما نفهم أن من لوازم هذه الآية وما أدراك ما ليلة القدر، من لوازمها أن عقلنا المحدود عاجز عن معرفة حقيقة ليلة القدر، فهنا ننتبه أن ليلة القدر هي حقيقة، هي أمر، هي وجود، هي تكوين، هي فعل إلهي، وليست مجرد ظرف في زمان يأخذ قيمته من المتزمن، من الحادثة التي وقعت فيه، وإنما هي بذاتها مقصودة في هذه السورة المباركة، هي بذاتها لها محورية. لماذا؟ لأنها حقيقة إلهية ربانية تشير إلى أعظم فعل لله عز وجل. إذن وإذا تأكدنا أو إذا أمعنا النظر وما أدراك ما ليلة القدر، واستشعرنا أن ليلة القدر مقصودة بذاتها، أنها هي الأصل لتكرارها وإعلاء شأنها وتعظيمها من خلال هذه الآية المباركة، فعندها نرجع للآية الأولى ونحاول أن نفهم ليلة القدر ليست فقط ظرف زمان، ليس فقط ظرف زمان، إن أنزلناه في ليلة القدر، في هنا تفيد الظرفية، إن أنزلناه في ليلة القدر، وعليه تكون ليلة القدر هي ماذا؟ ليست مقصودة بالذات، وإنما المقصود بالذات هو المتزمن، هو الحادث الواقع في ضمنها. ولكن قلنا هذا بمرور أو بمواصلة السورة المباركة نفهم أن ليلة القدر مقصودة في ذاتها. إذن ففي إن أنزلناه في ليلة القدر، في هنا لا تفيد الظرفية، حتى ينسجم فهمنا للآية الأولى مع كون ليلة القدر هي أصل، هي أساس، هي وجود، هي المطلوبة أولا وبالذات. لأننا إن قلنا هي ظرف زمان وتأخذ قيمتها مما وقع فيها، فهذا يعني أنها مقصودة ثانيا وبالعرض، المقصود أولا بالذات ذلك الواقع. ولكن سياق السورة المباركة، سورة القدر العظيمة، يشير إلى محوريتها. ففي يعني حرف الجر في إن أنزلناه في ليلة القدر، هنا قد لا يفيد الظرفية، بل سيكون معناه دالا على أمر آخر، وهو ماذا؟ مثلا عندما نقول ما نزل من القرآن في علي، نحن نعلم ونحن في
ليلة مصابه سلام الله عليه أن مئات الآيات القرآنية كما عددها المفسرون أنه قرابة 300 آية قرآنية نزلت في حق علي بن أبي طالب سلام الله عليه. طيب عندما نقول ما نزل من القرآن في علي، يعني لا يعني أن أمير المؤمنين هو ظرف نزول القرآن، وإنما نزل من القرآن في علي يعني ما نزل من القرآن في شأن علي، ما نزل من القرآن في حق علي بن أبي طالب سلام الله عليه. طيب إذن ففي تفيد الشأنية، إنا أنزلناه في ليلة القدر حتى ينسجم فهمنا لهذه الآية مع سياق السورة العظيمة ومركزية ليلة القدر وعظمة هذه الحقيقة، حقيقة ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إذن تكون ماذا؟ إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني المقصود به ماذا؟ إن أنزلنا القرآن في شأن ليلة القدر، إن أنزلنا القرآن لبيان حقيقة ليلة القدر، إن أنزلنا القرآن في حق ليلة القدر. وعلى هذا نعلم أكثر وتعظم في قلوبنا وأرواحنا أكثر حقيقة ليلة القدر، إن كان كل القرآن العظيم جاء لبيان وتفسير هذه الحقيقة العظيمة، هذا الوجود الإلهي، هذا التجلي لفعل الله عز وجل الذي سماه القرآن الكريم بليلة القدر. إذن فنحن شيئا فشيئا نقترب من كون ليلة القدر وجود عظيم، حقيقة عظيمة يعجز الذهن البشري عن إدراكها. طيب ومن هنا ننتقل للنقطة الثانية، وهي ماذا؟ ما هل أن النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله، هل أن النبي الأعظم لا يدري بحقيقة ليلة القدر؟ لا يعلم بأسرار ليلة القدر؟ طبعا هذا الكلام لا يمكن أن يقبله إنسان يعرف حقيقة النبي الأعظم ويعتقد بأصلية وبأصالة النبي الأعظم في عالم الوجود وفي عالم الخلق، وكون الله عز وجل أوحى إلى عبده ما أوحى، وكون الله عز وجل قد أرى يعني قد جعل النبي الأعظم أراه آيته الكبرى، يعني النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه كان قاب قوسين أو أدنى، أن النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله في ليلة المعراج وصل إلى سدرة المنتهى، إلى ذلك المقام، إلى تلك النقطة في عالم الوجود التي إن وصل أو إن عبرها جبرائيل سيد الملائكة لاحترق. إذن فالنبي الأعظم هو أقرب الموجودات لله، هو أحب الخلق لله، هو حقيقة ظهور أسماء الله عز وجل، بل هو مظهر اسم الله الجامع. النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله بهذا المقام وبهذه الحقيقة وبتلك المرتبة وبذلك القرب الأكيد والشديد من لدن الله عز وجل، لا يمكننا أن نفهم أو نقبل كون النبي بهذا المقام عاجز عن إدراك حقيقة ليلة القدر، خاصة إذا نتمعن في هذه الآية المباركة في ظاهرها كما مر معنا الليلة الماضية، أن سر عظمة ليلة القدر هو النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله. يعني إذا أخذنا كون ليلة القدر شرفها الله أو عظمت أو كان لها هذا المقام العظيم، وكانت ليلة القدر نتيجة أن الله عز وجل أنزل القرآن العظيم على قلب النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه،
ليلة القدر بما تعنيه من كون الله أنزل القرآن على قلب النبي الأعظم، فالنبي الأعظم هو جزء العلة لعظمة ليلة القدر. وعندما نقول جزء العلة يعني هو العامل المهم في بيان عظمة ليلة القدر. فإذا كان النبي الأعظم ببركة نزول القرآن على قلبه تحققت ليلة القدر ووجدت ليلة القدر وعظم شأن ليلة القدر، ونحن نعلم منطقا أن العلة أقوى من معلولها، أن العلة محيطة بمعلولها، أن السبب مدرك للنتيجة، أن السبب هو الأصل لتلك النتيجة، فالنتيجة تابعة فرع لذلك السبب. فإذا كانت النتيجة وكان المعلول فرعا للعلة، فهل يمكن أن تكون العلة عاجزة عن فهم معلولها؟ هل يمكن أن يكون النبي الأعظم الذي هو جزء العلة في تحقق ليلة القدر، هل يمكن أن يكون عاجزا عن فهم حقيقة ليلة القدر؟ هذا الأمر منطقا لا يستقيم. نحن نقول مثلا، نحن نعلم أن فاقد الشيء لا يعطيه، يعني الضعيف لا يمكن أن يكون علة لشيء أقوى. العلة هي دائما أقوى من معلولها، دائما محيطة بمعلولها، دائما مشرفة على معلولها. النبي الأعظم نزول القرآن على قلبه الطاهر، نزول القرآن على قلبه صلى الله عليه وآله يجعل منه العلة لعظمة ليلة القدر. وعلى هذا يكون النبي الأعظم محيطا مدركا مشرفا ملما بجميع أسرار ليلة القدر. لماذا؟ لأنه علتها، لأنه علتها، لأنه علته، لأن النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه هو علة إنشاء حقيقة ليلة القدر. إذن فالنبي الأعظم محيط بليلة القدر. وعلى هذا نفهم أن المخاطب وما أدراك ما ليلة القدر منطقا وفق الصورة المنطقية للآيات المباركات لا يمكن أن يكون النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله. إنا أنزلناه في ليلة القدر، والنبي الأعظم علة، جزء العلة لعظمة ليلة القدر، فلا يمكن أن يأتي القرآن ويقول له وما أدراك ما ليلة القدر. بل المخاطب هنا هو الإنسان الغير المعصوم، هو الإنسان ما سوى عالم الإنسان الكامل. المخاطب هنا هي أفراد البشر الغير المعصومين، العقل البشري المحدود هو العاجز عن فهم وإدراك حقيقة ليلة القدر. إذن وما أدراك ما ليلة القدر تشير إلى عظمة هذه الليلة، وكون الرسول صلى الله عليه وآله محيط بحقيقة هذه الليلة، وأن ليلة القدر هي حقيقة، هي نور، هي وجود، وليست ظرفا زمانيا. ولذلك لعظمتها نزل القرآن في بيان شأنها وأسرارها. طيب، ومن هنا نصل إلى النقطة الثالثة، وهي ماذا؟ ما هي العلاقة بين نزول القرآن في ليلة القدر وكل تلك الآثار التكوينية التي تترتب على حقيقة ليلة القدر؟ يعني يترتب على حقيقة ليلة القدر كون مثلا أن هذه الليلة خير من 1000 شهر. يترتب على حقيقة ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يترتب على حقيقة ليلة القدر كون هذه الليلة، يعني ليلة القدر في عالم الزمان، هي ماذا؟ هي سلام حتى مطلع الفجر. من آثار نزول القرآن في ليلة القدر، من آثار حقيقة ليلة القدر، من آثار حضور القرآن في ليلة القدر تقدير الأعمال. ما هي العلاقة بين القرآن العظيم وتقدير الأعمال والأرزاق والآجال؟ يعني يمكن أن يقول قائل، كان من الممكن أن تكون ليلة القدر عظيمة بحقيقة القرآن،
ويقع تقدير الأعمار والآجال والأرزاق في يوم آخر، في ليلة أخرى، في لحظة أخرى. ولكن كون هذا الارتباط حاصل في ليلة القدر، فهذا لم يأتي من فراغ، بل كان نتيجة مقام القرآن وآثاره في إنشاء هذا العالم. ما هي هذه القصة؟ طيب، نحن نعلم كون القرآن العظيم هو كلام الله عز وجل، والكلام كما نفهمه في عالمنا البشري في حياتنا العرفية اليومية، الكلام هو إظهار مكنون الإنسان، الإعراب عما في ضمير الإنسان. الكلام يظهر، يبرز للعياني أو يظهر للآخر ما هو كامن، ما هو مضمر في ذاتي وفي داخلي. هذا في حياتنا العرفية اليومية. الكلام عند الله عز وجل، الكلام في القرآن العظيم، له سنخ آخر وحقيقة أخرى تشير إليها الآية المباركة بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. القول تترتب عليه الكينونة، الكلام يترتب عليه وجود الأشياء. كلام الله عز وجل هو فعل، إيجاد، إضفاء وجود على عدم. كلام الله عز وجل هو خلق، صنع، إبداع في هذا العالم. إذن فالكلام عندما ننسبه لله، كلام الله، قول الله، هو إضفاء الوجود، إعطاء الوجود، خلق هذا العالم. الكلام الإلهي خلق، الكلام الإلهي فعل، الكلام الإلهي إيجاد. وعلى هذا تكون مفردات هذا العالم، تفاصيل هذا العالم، كلها ماذا؟ كلها كلمات الله عز وجل. مخلوقات الله عز وجل هي كلماته، وهذا ما تشير إليه الآيات المباركات. يعني بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. يعني أن الفعل الإلهي، أن مخلوقات الله، أن هذه الموجودات، لأنها كلمات الله، نتيجة فعل الله عز وجل، وفعل الله مطلق، مطلق غير محدود، فكذلك كلماته بما هي مخلوقاته لا حد لها. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذن فكلام، كلمات الله هي كل مفردات عالم الخلق، جميع موجودات عالم الخلق، جميع ما سوى الله، كلها كلمات إلهية. وسميت بالكلمات الإلهية لأنها فعل الله، وكلامه فعله وإيجاده، كذلك يتوفر فيها يعني جوهر الكلام الذي ذكرناه، وهو إظهار ما كان كامنا، الإعراب عما في الضمير. هذه الكلمات التي هي صنع الله عز وجل، كلمات الله عز وجل، تعرب عما في الضمير. ماذا يعني؟ تظهر للعالم أسماء الله عز وجل، تظهر للعالم عظمة الله عز وجل، تظهر للعالم قدرة الله عز وجل. يعني مصنوع عالم الأشياء، عالم المخلوقات، كلها آيات تدل على عظمة الله، تظهر عظمة الله. فهي بهذا المعنى كلمات، إضافة إلى كونها مخلوقة لله، هي تعرب عن حقيقة تلك الأسماء الإلهية. فعالم الخلقة عالم الكلمات.
والقرآن العظيم هو كلام الله عز وجل. فالقرآن العظيم هو كلام الله، وكلام الله هو فعله ومخلوقاته. فهذا القرآن العظيم الذي هو موجود بين أيدينا وحقيقته الحاضرة عند النبي الأعظم وآله الطاهرين، هذا القرآن العظيم هو تعبير عن عالم الخلقة، بل جميع آياته تحيلنا على معرفة عالم الخلقة، بل إن كلام الله عز وجل عندما نقول أن هذا الكلام له بعد تدويني وبعد تكويني، البعد التدويني هو القرآن العظيم والبعد التكويني هو عالم الخلقة، متطابقان. القرآن العظيم يتطابق مع عالم الخلقة، القرآن العظيم يتطابق مع عالم ما سوى الله، وعالم ما سوى الله كما أنه يظهر حقيقة التوحيد كذلك كلام الله عز وجل. والقرآن العظيم كما مر معنا الليلة الماضية الذي هو في مرتبة عند الله وفي مرتبة عند النبي الأعظم وفي مرتبة عند النبي الأعظم موجه للإنسان، جعله الله بلسان عربي مبين حتى يعقله الإنسان ويبينه الرسول صلى الله عليه وآله لهذا الإنسان. طيب هذا الإنسان عندما وصل إليه القرآن بلسان عربي مبين، هاته الألفاظ، هاته الكلمات، هاته الحروف التي تتكون منها هاته الألفاظ هي المرتبة النازلة لحقيقة القرآن العظيم، وهي نور قرآني يحيلنا على جوهر وروح القرآن العظيم. والإنسان يبدأ بهذه الألفاظ، يبدأ بهذه الكلمات، يبدأ بهذه الأحرف النورانية للقرآن العظيم ليصل لحقيقته بما يحكيه أو بما يشيره إليه أو بما يدل عليه من كلمات الله التكوينية في هذا العالم. وطبعا معرفة القرآن من خلاله ومن خلاله نعرف حقائق التنزيل، حقائق عالم الخلقة، حقائق التوحيد، هذا أمر غير متاح لجميع أفراد البشر، بل إن الله عز وجل الرحمن علم القرآن، والذي هو قادر على فهم القرآن هو من تعلم من لدن الله مباشرة. يعني بعض عباد الله الصالحين أشار إليهم القرآن العظيم كالخضر عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، قد علمناه من لدنا علما. النبي أعظم من الخضر وهو أعظم جميع الأنبياء، فهو الذي تعلم القرآن من لدن الله مباشرة، وهو الذي الطاهر المطهر القادر على مس القرآن العظيم، القادر على فهم حقيقة القرآن. فعندما نهتدي بكلماته سنصل من ظاهر هذه الكلمات، عندما نهتدي بكلمات النبي الأعظم المبين للقرآن، عندما نهتدي بكلمات من أحالنا عليهم النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين هم عترته الطاهرة، عندها يمكننا أن ننتقل من ظاهر آيات الكلمات، من ظاهر آيات الذكر الحكيم إلى دلالاته على حقائق التكوين في هذا العالم. لماذا؟ لأن كلام الله القرآني هو في الحقيقة بإزاء عالم التكوين، بل إن عالم التكوين يقوم على نظام كلمات القرآن. نظام عالم التكوين، نظام عالم الخلقة يقوم على نظام الكلمات، على قانون كلمات القرآن العظيم. أي تفصيل في عالم التكوين، أي رزق في عالم التكوين، أي كتابة أجل في عالم التكوين إلا وهي خاضعة لحقائق القرآن العظيم. يعني مثلا من بين أصول القرآن العظيم، أسس القرآن العظيم، أنه في نظام الكلمات توجد عندنا كلمات مركزية محورية، عيسى كلمة الله، الأنبياء كلمات الله، ومن ضمن كلمات الله هناك كلمات الله التامات،
الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: نحن الكلمات التامات. النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله يقول: أوتيت جوامع الكلم. يعني إن كان نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام قد ورد في حقه في كلمات القرآن العظيم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، اسمه عيسى، يبشرك بكلمة منه. عيسى نبي الله كلمة، إبراهيم خليل الله كلمة، آدم نبي الله كلمة، كلهم كلمات. والكلمات التامات هم الأئمة، هم أهل بيت العصمة والطهارة. إذا فنظام الكلمات هو نظام عالم الخلق، بل عالم الخلق يقوم على نظام الكلمات. حتى سيرورة الإنسان، تكامل الإنسان، تفاعل الإنسان مع عالم الخلق هو خاضع لهذه الكلمات القرآنية. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. وصول نبي الله إبراهيم وارتقاؤه من مقام النبوة إلى مقام الإمامة كان خاضعا لفضائ نظام الكلمات، الذي هو نظام يتربى فيه الإنسان، ينمو فيه الإنسان، يتكامل فيه الإنسان بفعل تلك الكلمات التامات. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني أن نبي الله آدم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام طريق توبته وأوبته لله عز وجل هي نتيجة هذه الكلمات. عالم الخلقة خاضع لنظام كلمات القرآن العظيم. معرفة الإنسان بكلمات القرآن العظيم تجعله عارفا بأسرار عالم الخلق. الربط في ليلة القدر بين إنزال القرآن العظيم وتقدير الآجال والأعمار والأرزاق، أن القرآن العظيم هو النظام الذي يقوم عليه رزق الإنسان في عالم الدنيا. أن القرآن العظيم هو النظام الذي تقوم عليه آجال أفراد البشر في عالم الدنيا. أن القرآن العظيم هو الأصل والأساس الذي تحدد على ضوئه الحياة الإيمانية المعنوية لأفراد البشر في عالم الدنيا والآخرة. إذن فالقرآن بنزوله بإنزاله ماذا؟ يكشف لما سواه، يكشف للملائكة ما يجب عليهم أن يأتوه ويقدموه للإنسان من أرزاق في عالم القرآن، في نظام القرآن، في نظام كلمات القرآن العظيم. يوجد ذكر لكل فرد وكل تفصيل وكل مفردة من عالم الخلقة، وما تحتاجه وما هي عليه وما سيؤول إليه مصيرها في يوم القيامة، كل ذلك في القرآن العظيم، وما فرطنا في الكتاب من شيء. ولكن هنا ماذا؟ من هو القادر على فهم القرآن العظيم؟ نحن نعلم أن آصف وصي نبي الله سليمان لعلمه ببعض الكتاب قد تصرف في بعض قوانين عالم الخلق. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. سيأتيه بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام في لحظة. سيطوي آصف الذي له علم من الكتاب الأرض بحيث أنه سيعدم عرش بلقيس في اليمن ويحضره في الشام. بفعل ماذا؟ بفعل معرفته ببعض الكتاب. قال: الذي عنده علم من الكتاب. إذن فمعرفة بعض كلمات القرآن العظيم، بعض كلمات الكتاب، تحيل الإنسان على التصرف في عالم التكوين. لماذا؟ لأن كلمات الكتاب فيها أسرار كل عالم الخلق. الربط بين إنزال القرآن في ليلة القدر وبين كل تلك الآثار والتقدير الذي يحصل في هذه الليالي، أن هذا التقدير هو نتيجة نظام الكلمات الحاضر في القرآن العظيم. لذلك كان نزول القرآن هو سر وجوهر وروح حقيقة ليلة القدر العظيمة، بل هو منشأ عظمة هذه الليلة، ليلة القدر العظيمة. إذن فإذا كان آصف وصي سليمان لعلمه ببعض الكتاب
وقال الذي عنده علم من الكتاب، وكما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: إن العلم الذي كان عند وصي نبي الله سليمان بالنسبة إلى علم كل الكتاب هو بمقدار ما يأخذه منقار طائر من المحيط من الماء، ما يعلق على ذلك المنقار تلك القطرة من الماء من محيط، هي مقدار علمي الذي قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فما بالك بمن قال فيه القرآن العظيم: وقل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. علي أمير المؤمنين، علي باب مدينة علم الرسول، علي باب مدينة حكمة الرسول، علي بن أبي طالب سيد الأوصياء قائد الغر المحجلين، علي بن أبي طالب نفس النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله. فإذا كان عالما بكل الكتاب فهو عالم بالضرورة بما يترتب على نظام الكلمات في القرآن العظيم من معرفته بأسرار هذا العالم، من معرفته بتفاصيل مفردات هذا العالم، بمعرفته بما يحتاجه الإنسان، كل فرد من أفراد البشر، من رزق، من أجل، من كتابة عمر وغيره. إذن ففي هذه الليلة عندما نتوسل بأمير المؤمنين، عندما نتوسل بباب مدينة علم الرسول، عندما نتقرب إلى الله عز وجل بذكر علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لأن ذكره عبادة وهو من أفضل العبادات، نتقرب إلى الله ليهبنا الله بحق علي بن أبي طالب ويكتب لنا الخير. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب بإذن من الله وبتيسير من الله وبلطف من الله وبإرادة من الله وعالم بكل الكتاب، فهو المتصرف في تفاصيل عالم التكوين، المتصرف في تفاصيل عالم الخلقة. وعلى هذا يكون الربط بين ليلة القدر وكتابة الأرزاق والآجال هو خاضع لنظام الكلمات الحاضر في القرآن العظيم. وتوسلنا بعلي بن أبي طالب في هذه الليلة أنه هو العالم بهذا الكتاب، فهو الأقدر بعد الرسول صلى الله عليه وآله على الربط بين حقائق القرآن العظيم وبين ما تحتاجه كل مفردة وكل تفصيل في هذا العالم من رزق وأجل وتقدير وخير وغيره. إذن وما أدراك ما ليلة القدر، بمعنى أن ليلة القدر هي حقيقة نورانية، وهي قد نزل القرآن لبيان شأنها وعظمتها، أن النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وكذلك أهل بيت العصمة والطهارة الذين طهرهم القرآن عالمون بحقيقة ليلة القدر. وكون نزول القرآن في ليلة القدر يترتب عليه ذلك التقدير، لأن ذلك التقدير منشأه في نظام الكلمات الذي قام عليه القرآن، ونظام الكلمات نظام الإيجاد الإلهي في هذا العالم. وذكر أمير المؤمنين في هذه الليلة هو الذي يمكننا ويجعلنا أهلا أن تكتب لنا من الأرزاق أحسنها ومن الآجال والأعمار ما يمكننا من تحقيق القرب الإلهي. إذن وما أدراك ما ليلة القدر، نسأل الله عز وجل التوفيق. وفي الليلة القادمة إن شاء الله سنواصل تفسير هذه السورة، آيات هذه السورة المباركة، والليلة القادمة سيكون موعدنا مع الآية المباركة: ليلة القدر خير من 1000 شهر. تقبل الله أعمال وطاعات الجميع، ونسأل الله عز وجل استجابة دعائي ودعوات جميع الأخوات والإخوة في هذه الليلة العظيمة، وعظم الله أجوركم وأجور جميع المستضعفين بمصابي علي إمام المحرومين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم حسن الأعمال وخير الطاعات. إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء، وعلى نية تعجيل فرج مولانا الحجة بن الحسن، وعلى نية شفاء المرضى لا سيما مرضى المنظورين
وعلى نية قبول الأعمال في هذه الليلة المباركة، نهدي جميعا ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم، ونسألكم الدعاء، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وملتقانا الليلة القادمة بتيسير من الله، في أمان الله.